أنا لا أريد الحقيقة أن أطيل لأن ما أريد أن أكرر الحقيقة ما سبق أن قالوا، لكن أريد أن أتمسك وأن أشير إلى عنوان هذا المؤتمر الصحفي، وأيضا أشير إلى ما ذكر الدكتور أبي الوسني في آخر مداخلته وفي آخر مشاركته في المؤتمر. أشير إلى العنوان، ونعتقد عنوان صادق وعنوان موجه لكل من يعنيه الأمر، والأمر قد يعنينا كلنا. العنوان هو الإصلاح قرار لا شعار. ذكر الدكتور الحقيقة عبد الوسمي عن شنو هي الأولويات، يعني المقترح اللي قدم من الأخ الدكتور عبد الوسمي والدكتور عبد الله النفيسي واللي ساهم فيه هي مجموعة من الأخوان. أنا أعتقد أي حديث عن أي إصلاح، عن أي خطوة إصلاحية، يجب أن يكون واضح أن الخطوات الإصلاحية لا يستطيع أي واحد فينا، وهذا ترى كلام قلناه من زمان، لا يستطيع أي واحد فينا أن يدعي بأن هو من سيباشر الإصلاح، ولا حتى أي مجموعة سياسية، لأن احنا نتكلم عن دولة دستورية، دولة فيها مؤسسات، ويفترض أن تكون هذه المؤسسات عاملة. لذلك أنا أذكر في مجلس 2009 اللي يثير فيها قضية الإيداعات وقضية التحويلات، واللي صار فيها تجمعات في ساحة الإيراد، تجمعات شعبية في ساحة الإيراد، ترى ما كانت كلها بدعوة من النواب، الناس تجمعت، الناس استنكرت، الناس طالبت بأن يحل مجلس الأمة، الناس طالبت بأن تقبل استقالة رئيس الوزراء. بعد لقاءات عدة مع هذه التجمعات الشعبية واللي جاءت بمبادرات منهم من الناس، شعرنا داخل مجلس الأمة أن علينا مسؤولية على الأقل أن نواجه هذا الوضع. والمواجهة تكون خاصة أنك نتكلم عن قضايا محددة، المواجهة تكون بممارسة الدور الرقابي، والدور الرقابي ما لم يكن فاعل، يعني احنا ما نمع في تلك القضايا لم نكن مع أنه ولا طرح، والله احنا نقدم استجواب بغض النظر عن النتيجة، لا، كان السؤال يجي إذا قدمنا استجواب نصل إلى نتيجة، لأن في أمور معلومة. لحسن الحظ العدد اللي خلنا نقول ما أريد أسمي المعارض، لكن العدد اللي صار متوافق ازداد من 9 إلى 13 إلى 22، حاولنا أن نزيد عن 22 ما قدرنا، فكان كلامنا واضح إنه يا جماعة هذه التجمعات الشعبية اللي جت مبادرات فردية بمبادرات من الناس يجب أن نخاطبهم. خرجنا لهم في واحد من اللقاءات وواحد من التجمعات من اللي كانوا في ساحة إرادة، وكان كلامنا معهم واضح، وأنا هاللي بقوله الآن، كان كلامنا معهم واضح إن يا جماعة ترى إحنا جايينكم عشان نعترف لكم إحنا وكلاء ولسنا وصلاء، لأن الدستور هذا كلام كنت أنا أقوله نيابة عن الإخوان، الدستور الكويتي يتكلم عن عمودين للكويت، المادة الرابعة الكويت مار وراثية في ذرية مبارك الصباح، والمادة السادسة نظام الحكم في الكويت ديمقراطية السيادة فيه الأمة، إنما السيادة لكم، إحنا وكوكلاء نعلن لكم عجزنا عن الاستمرار في مواجهة هذا اللي رأيناه، والمواجهة تعني مساعدة يعني تفعيل الدور الرقابي، مساعدة الوزراء، مساعدة رئيس الوزراء، طرح الثقة في الوزراء أو على عدم التعاون مع رئيس الوزراء. إحنا نعترف لكم ما عندنا إمكانية، ما عندنا عدد، هذا عدد مواجه، لكن بعد أيضا إصرار الناس واستمرار تجمعاتهم واستمرار مطالباتهم، جت السلطة وقبلت، استمعت رأي الناس، استمعت رأي الناس وقرروا قبول استقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة. هذا الحل اللي صار في تلك الفترة مهم جدا نعرف نتائجه. الرأي العام في الكويت، الرأي الشعبي في الكويت، نتيجة ما حصل في مجلس 2009 صار واضح مع كل المرشحين
وجه لهم رسالة واضحة. وهذا يمكن اللي أدى إنه لما جت نتائج 2012 فبراير 2012 ترى هذا كلامنا قال قبل هالمرة، مو كل اللي جو مثلا خلنا نقول 36 اللي التقوا وشكلوا مجموعة شكلوا أغلبية، مو كلنا يعني مو كل هؤلاء كانوا على معرفة سابقة، لكن كلهم كانوا يحملون نفس الفكر اللي هو فكر الناس، نفس الرأي اللي هو رأي الناس. وعلى الرغم من المحاولات اللي جرت من بعض الأطراف لاستمالة بعض هؤلاء ما استطاعوا، لكن أيضا ما قدروا يتعايشون. الكويت في قوة تحكم البلد تدير البلد، ويمكن هذا الكلام احنا ما نقوله بشكل اعتباط، كلام قاله يمكن مرة رئيس الوزراء السابق الله أعلم إذا كان يدركه ولا لا، لما قال سؤال عن التنمية وقال يا جماعة احنا مرة قال التنمية بسبب إشاعات كلام ما له معنى، لكن مرة قال لا، يقول فشل التنمية لأنه يقول أنا لا أضيع سر إذا قلت أن أغلبية القيادات الإدارية تأتي بالواسطة وما تأتي بالكفاءة. هذا كلام صحيح، لكن هالكلام شنو معنى؟ طبيعي قال كلام ثاني أيضا مرة في اللجنة المالية، هذا قال في 2013 قال في 2016 بعدين. هذا شو يعني هذا كلام؟ يعني أن رئيس الوزراء يعترف وهو رئيس وزراء هالقيادات اللي عينها كلها، تكلم عن قيادات إدارية، والقيادات الإدارية لا يمكن أن تعين إلا بمراسي، ومراسيم يعني لا يمكن أن تعين إلا من خلال مجلس الوزراء. إذن كأنه يعترف بأن في هناك قوة تفرض عليهم، ويعترف في الوقت ذاته بأن في دولة عميقة تدير البلد. لذلك اللي حصل بعد مجيء 2012 فبراير 2012 التصدي اللي صار بعد ما الحقيقة يمكن مجموعة النواب الـ 36 القضايا اللي تبنوها، القضايا اللي طرحوها، القضايا اللي أغروها على الرغم من غصر الفترة، أثارت أنا أعتقد بعض الأطراف اللي كانوا تدير البلد بشكل خفي بشكل واضح دولة عميقة. الآن أنا أعتقد الحديث عن الإصلاح، الإصلاح قرار، أنا أعتقد نعم قرار، وقرار يمكن أن يكون، يمكن هالكلام أنا يمكن أن يكون بأسرع ما نتوقع، وبشرط وأيضاً أن هذا القرار ممكن يكون سريع، ويمكن يكون قرار متوافق مع الدستور. أعتقد هذا يمكن مؤكدتها المذكرة اللي قدموها الأخ الدكتور أبيد واسمه الأخ الدكتور عبد النفيسي. ما هو فقط أنك طالب الإصلاح فقط، لا، المطالبات بالإصلاح يجب أن تكون كل هذه الإجراءات متوافقة مع الدستور وملتزمة بنص بالدستور نصاً وروحاً. الآن أنا أعتقد الخطوة الإصلاحية الأولى اللي يمكن أن تعطي، ليش نقول الخطوة الإصلاحية الأولى؟ لأن مرة أخرى الإصلاح لا يمكن أن يدعي أي واحد فينا، الإصلاح يجب أن تلقي تبعته على السلطة اللي يفترض أن تشارك السلطة التنفيذية، السلطات في الكويت ثلاث، حكومة سلطة تنفيذية، مجلس سلطة تشريعية، ثم قضاء. السلطة التشريعية حاليا معطلة أو إرادة الناس معطلة، شلون تعيد إحياها؟ تعيد إحياها بأنك تعيد لها أيضا حقها في المشاركة الفعلية، حقها في إعادة ترجيع الدوائر، حقها في المشاركة، وأنا أيضا مجرد الالتزام بما تم التوافق عليه، ما هو بالضرورة هو الأفضل. يعني لما كنا نتكلم عن الأربع دوائر، الخمس دوائر والأربع أصوات، القانون 42/2006 أنا إحنا كاتبين عنه وقدمنا فيه، ما هو الأفضل؟ لكن لأن هذا جاي من قبل الحكومة بعد حركة شعبية، حركتنا بها خمس، ولأن أيضا أقر من مجلس، كنا نعتقد يعني أن في الفعل مجلس جاي بإرادة شعبية، أي شيء تعديل عليه ويجب أن يعدل هذا افترض يكون خلال المجلس هذا، هذا يمكن أن يقع الآن وقبل الانتخابات. أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن أقول هذا كلام لأن في كلام يشاع الله أعلم مدى صحته ما أدري شنو، لكن قد يكون اللي يشيعون أيضا هم اللي يبون أوضاعها يستمر، لا لا راح الحكومة راح تستمر. أنا أقول إن استمرت الحكومة بهذا الاتجاه فكأنها تقول أنا راح أرحل هذا الفساد أيضا يستمر يمكن أربع سنوات ثانية، مع أن الإصلاح ممكن يكون الآن تلقي المسؤولية على الناس. تعديل الدوائر
تعديل قانون الانتخاب، إلغاء أو وقف الحقيقة هذا العبث اللي قاعد يصير حاليا، تزوير في إرادة الناس من خلال الانتخابات، من خلال النقل اللي قال الدكتور حسن جوهر قبل شوي، اللي ذكرنا يمكن فيه في خمس دوائر حوالي 70. أنا الحقيقة وأنا أقرأ تصريح وزير الداخلية عن القانون اللي يقول بيستعجل فيه عشان يقدمه لمجلس الأمة اللي هو قانون لجنة الانتخابات، قريته ينشر ما أدري من صحته، لكن هالقانون لا يعني شيء، لا يعني إنك تسوي قانون الانتخابات وتترك العملية اللي بإمكانك أن تعملها الآن، وسبق أن وافقت عليها الحكومة يعني بجزئينها، المعلومات المدنية ووزارة الداخلية، اللي هو أن يكون الانتخاب عن طريق التسجيل من المعلومات المدنية أو عن طريق البطاقة المدنية. هذا إجراء طبيعي في ناس يرفضون. كلام اللي قال الدكتور حسن يمكن قال فيه تفاصيل ما أريد أقول أسماء، لكن يقولون تكلمون عن ناس يعترضون من وين من وين؟ أي واحد يعترض على التصويت بالبطاقة المدنية، يعني الموافقة على التزوير اللي حاصل حاليا بالنقل، هذا على طول لا يرغب في الإصلاح ويريد أن تستمر الأمور، وهذا لا يمكن أن يقاس عليه. لذلك أنا أعتقد الخطوة الإصلاحية في هذا الجانب هي الخطوة الأولى، كل الخطوات التالية، كل القضايا المطروحة على الرغم مسؤولية الحكومة عنها، لكن أنا أعتقد ستكون مسؤولية الناس من خلال المجلس التشريعي، جاي بانتخابات حرة، جاي بانتخاب من خلال دوائر انتخابية أيضا مو الحالية، وجاي أيضا من خلال قانون انتخاب لا يسمح أبدا بالتزوير اللي حاصل حاليا، لا يسمح بأن والله التسجيل يتم بقوائم ترسل للجهات المعنية. طيب احنا في المعلومات المدنية عبارة عن إدارة حكومية، قاعدين نقول لكم نثق في هذه الإدارة الحكومية، خلي الانتخاب يكون عن طريق هذه. وأيضا افترض بعد ذلك في أول مجلس أنا أعتقد يأتي بعد يأتي إذا تم التعديل على الحكومة وعلى أعضاء يتقدمون الوضع الحالي بالدوائر الخمس والأربع أصوات وضع غير عادل. الحكومة لما طعنت طبيعي طعنها رفض، لما طعنت بالقانون 42 سنة 2006 اطعنت انا اعتقد سنادها للمواد اللي اشرتها في الدستور سناد صحيح. سند هي الماده 7 والماده 8 ماده 29 تتكلم عن العداله التامه والمساواه، تكلمت عن الماده 108 اللي يعني يمثل العضو مجلس الامه يمثل الامه باسره. لكن لما رفض الطعن وسوى يعني حتى هذا القانون السيء اللي سووه ما اخذوا بالراي بالاراء اللي كانوا يطرحونها، الاراء اللي كانوا يطرحونها في عداله التوزيع. بعض البيانات اللي نشرت خلال الأيام القليلة الماضية عن المناطق أصلاً مسجلة وعن عملية النقل، أنا تدعو إلى إمكانية اتخاذ قرار وقرار سريع ووفقاً للدستور. مرة ثانية أؤكد لا يجوز أن يكون خارج إطار الدستور حتى وإن توافق مع توجهات، لا يجب أن يكون في إطار الدستور أيضاً، وممكن يتم حتى قبل الانتخابات القادمة، لأن يجب أن نبدأ الإصلاح اعتبارا من الانتخابات القادمة، اعتبارا من المجلس القادم، مو أن نتعايش أيضا مجلس استمر 4 سنوات ثم يأتينا اللي رشحه، حتى اللي بين قوسين يمكن والله هذول يعني عناصر واحد توسم فيهم الخير قال والله أنا عجزت. أكيد تعجز، تعجزين الوضع مو صحيح، الوضع مو سليم، الوضع مو تمام. لما تأتي لدائرة وينجح فيها واحد واثنين كل واحد نقل له 2000 3000 اللي هو العدد اللي يحتاجه علشان ينجح، اكيد وقت مسلم. فيبقى غير هذا احنا شفنا ايضا كيفيه التعامل، تعامل السلطه بكل اسف، تعامل الحكومه على التحديد مع اعضاء مع الـ مع الـ مع, الـ مع اللي قاعد يصير حاليا، هذا امر يجب ان يتوقف. انا اعتقد قضيه اساسيه مسؤول عنها الحكومه الان، هذا كلام انا سبقني كتبته سبقني قلته ايضا، جزء او يعني جزء من الفساد هو الانتهاك العمدي للدستور.
الحكومة تنتهك عمدياً الدستور، تنتهك المادة 115 بشكل متعمد، وتستطيع أن توقف هذا الانتهاك اليوم، ما تنتظر رايف. هذا أمر بيدها. المادة 115 لما تكلمت عن تشكيل لجنة الشكاوي، وهي اللجنة الوحيدة في مجلس الأمة اللي حق لها أن تقترح قوانين مثل ما يقترح أي عضو من الأعضاء، مثل ما تقترح الحكومة. الفقرة الثانية من المادة 115، يعني المشرع الدستوري كان واضح في كيفية التعامل مع هذه القضية. ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية. وهو مو يتدخل، الحكومة تدعو للتدخل. كلام عن الـ عن الـ عن الكوتا اللي محطوطة لكل واحد في التعيينات في العديد من الوزارات، هذا يجب أن يتوقف. وبالتالي إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوة سريعة، تكون هي أيضا مرتكبة هذا الخطأ. الأمر الثاني، أعتقد بالفعل أعتقد مناسب أن نوجهه إلى الحقيقة السلطة القضائية اللي نحترمها، لأن الفقرة الثانية إيش تقول؟ ولا يجوز لعضو مجلس الأمة يتدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية. إذا أيضا السلطة القضائية أنا أعتقد فرض لا تسمح ولا لأي إنسان. أي واحد عنده قضية، عنده محامي طبيعي، عنده وش يقدر يسوي شيء، لكن مو يجيك واحد عشان يتدخل. أنا هذا يفترض أن يمنع. هذا هو المدخل. إذا هذا حصل وجاي مجلس باختيار حقيقي للناس، سيتصدى يفترض أن لكل القضايا اللي طرحت قضايا الفساد، قضايا اللي بكل أسف بسبب تكميم الأفواه صارت 3 سنوات وأربع سنوات العالم يتكلم فيها وإحنا ما نتكلم فيها، قضية الصندوق الماليزي والقضايا الأخرى أيضا، قضية غسيل الأموال أيضا من زمان الحديث عنها. فلذلك هذه هي الخطوة الأولى، الخطوة الأولى اللي يمكن أن تتخذ للإصلاح، خطوة أساسية تتعلق بأنه نعمل على أن يأتي المجلس القادم ويكون بالفعل هو الخطوة الإصلاحية من خلال تعديل قانون الانتخاب وقانون الدوائر الانتخابية، وهذا ممكن يتم الآن وبإجراءات دستورية. أنا أريد أؤكد هذا الجانب حتى لا يقال أن كأنه نطرح شيء يتفق مع هوانه. أي نفس الأمر هذا جانب، يعني هذا جانب وايد مهم. الأمر الآخر، كل القضايا الثانية أنا أعتقد يترك لمجلس الأمة، هو السلطة التنفيذية، يعني هو السلطة التشريعية اللي تملك حق الرقابة وحق التشريع، واللي يمكن الناس أن تحاسبهم. الآن ما قدر حاسب أحد، يجيك نائب في منطقتك أصلا ما يدري عنك، هو ناجح جايب له 2000 و3000 العدد اللي يحتاجه وناجح. علشان نعرف أيضا تصدى لقضايا يمكن بعضهم يعتبرون هذه قضايا فردية وقضايا شخصية وقضايا تتعلق غير الكويتيين، مع أنها قضايا تتعلق في جانب أمني وفي جانب إنساني وفي جانب قانوني. قضية البدون ترى هي ما تنطرح باعتبارها قضية بدون، قضية البدون تنطرح لأن الكويت شلون تأسست. الكويت تأسس، صدر أول مرة القانون رقم 2 سنة 48 قانون الجيش الكويتي. الغريب أن هذا القانون لم ينفذ. يقال، أنا الحقيقة قلت هذا قبل هالمرة وأقول الآن، ما عندي دليل على ذلك، لكن يقال أن سبب عدم تنفيذ القانون رقم 2 سنة 48 قانون الجنسية، أنه كان يشترط أن الكويتيين الأصليين، وأساس خلنا نقول الكويتي بالتأسيس، هو اللي كان موجود في الكويت في سنة توقيع الاتفاقية بين الكويت والإنجليز بين 1996. يقال في ذاك الوقت في ناس من الناس الكويتيين اللي موجودين مؤثرين، أنه قال طيب احنا ما احنا موجودين شلون نطلع. يقال ان هذا هو السبب، انا لا ادرك حي لا استطيع ان اؤكد ذلك، لكن واضح ان العمليه القانون رقم 15 59 يعترف بان القانون رقم 2 ما اخذ حظه من التنفيذ لانه لم يعرف من هو الكويت. القانون 15 اللي هو الاساسي اللي قال من هو الكويتي بالتاسيس، الكويتي بالتاسيس اللي وجد في الكويت قبل 1920. طيب هذا القانون صادر متى؟ صار 59.
يعني لما صدر كويتي بالتأسيس اللي كان مقيم قبل 40 سنة ما كان في أي إشارة عن البدون. خلال أقل من شهرين من صدور من نفاذ القانون، أقل من شهرين انتبهت الحكومة إنه في قضية. طيب واللي مو موجود في الكويت سنة 20 قبل 20 لكن موجود 20 موجود 21 بعد ذلك، بعد شهرين فقط أقل من شهرين صدر الأمر مرسوم الأمير رقم 62 وحط قضايا البدون أنه يمكن استثناء من المادة الرابعة، المادة الرابعة اللي هو اللي يحمل الجنسية العادية يحمل جنسية أي بلد، استثناء من المادة الرابعة يجوز منح الجنسية الكويتية لغير العربي إذا كان لغير العربي أو إذا كان مقيم قبل 45 وغير العربي إذا كان مقيم قبل 30. هذا الأمر استمر لغاية سنة 66. سنة 66 في المجلس الأول ألغوا القانون، ألغوا هذا النص، صار ما في تجنيس. صدر القانون رقم 70 سنة 66. لكن الحكومة صحيح ما في تجنيس، سبب بسيط، لأنه كان واضح أن معظم اللي كانوا يستحقون اللي موجودين قبل سنة 30 إذا كانوا غير عرب، وقبل 45 إذا كانوا عرب، معظمهم تقدموا، في من قبل وفي من رفض، لكن معظمهم انتهوا. الحكومة في سنة 80 يعني بعد الحل الأول، بعد حل 76، بعد تعطيل حياة النائب 76، جاءت بالمرسوم بالقانون رقم 100 سنة 80 وعادت النصين، لكنها لم تنتبه، عادتهم كما هم. طيب كما هم من سنة 60 إلى سنة 66 معظم اللي كانوا سجنها وفق الشروط هذيك كان عليهم أن ينتبهون إلى أمرين. الأمر الأول أن كل اللي افترض أن هذول كلهم تقدموا اللي قبل 30 وقبل 45، لكن عليهم ينتبهون في ناس بال 30 وبعد بال 45 وبعد، هذا أمر. الأمر الثاني كان عليهم ينتبهون أيضا إلى أمر آخر إحنا ما أدري عنه ما نعرفه، إلى أنه اعتبارا من سنة 65 من أول إحصاء رسمي غير إحصاء البلدية اللي صار سنة 57، الحكومة كانت تسجل البدون ضمن الكويتيين في أعداد الكويتيين، هذا الكويتي كانوا يسمونهم غير مثبتي الجنسية في أعداد الكويتيين، هذا الكلام اللي قالوه، وهذا كلام ما عرفناه أنا شخصياً على الأقل، مع أني طرحت وسألت تساءلت ما عرفت إلا لما وجه سؤال موضح بعد ما حصلت على المعلومات لوزير التخطيط، وهذا رد عندي الحين ونشأت الرد عنه. قال نعم احنا كنا نسجل غير مثبت الجنسية اعتبارا من احصاء سنة 65 الى 85، هذا كلامه هو يتكلم عن الاحصاءات الخمسية، لأنه يتكلم 65 70 75 80 85. انا بمراجعتي للاحصائيات السنوية استمروا لغاية 90 رسميا، زين سنة 90 وقع الاحتلال، سنة 90 يعني الحقيقة الواحد يشعر أن في هالبلد شو الناس مخلصين، والله لا نعرف منهم، لكن أي واحد أي واحدة قاموا بهذا الفعل أسماءهم تكتب بالذهب. اللي أخرجوا السجل المدني ذكرون ذاك سامع أيام نظام الرايغ لما كان مثل الكويت، كان يودي طيب من أهل الكويت يودي زاخو يودي شمال، أخرج السجل المدني وتصرف الحكومة أيضا كان تصرف سليم، أخذ المجلس السجل المدني سموه بقرار الأمم المتحدة سجل السكان الكويتي وأرسلوه للأمم المتحدة وأرسلوه لمجلس الأمن. هذا السجل يتضمن كل البيانات بما في ذلك لما تعدلت بيانات البدون، لكنها موجودة وصدر، يعني يمكن الكويت الدولة الوحيدة اللي سجلها المدني صادر في قرار من مجلس الأمن، القرار رقم 677 صادر في 28 نوفمبر سنة 90 قبل يوم واحد من اتخاذ مجلس الأمن قراره 678 ذيك الليلة. نذكر أننا كنا سهرانين في جدة عشان ننطره، طيب فارغ الزمن اللي صدر في 29 اللي هو استعمال القوة التحتية للكويت.
هؤلاء يعني هذا الآن سجل رسمي مودع لدى الأمم المتحدة صادر في قرار مجلس الأمن والقرار في السابع القرار نعترف فيه صراحة بأن غير مثبت الجنسية الكويت كانت تسجلهم. هذا كلام رأي الوزير من 85 كلام عن الدولات الخمسية 85 لغاية سنة 90 لغاية 65 لغاية 85 أنا قلتها لغاية 89 لأني اطلعت على كل البيانات السنوية طلعت سنوية شلون فوق هذا بالإضافة لذلك أنا أعتقد في هذا الجانب الطرفين يتحملوا المسؤولية الكويت تحمل المسؤولية لما جابوا القانون رقم 100 كان عليهم ينتبهون لكن بكل أسف أيضا اللي دعيوا وفقا للقانون من سبب القانون رقم 100 اللي دعيوا أن يسجلون يعني خلنا نقول اللي طالب الجنسية الكويتية اللي يدعي الجنسية الكويتية وفقا المادة الأولى يعني بالتأسيس واللي يطالبها وفقا لتجنس أنهم تقدموا بيانات تقدموا بيانات لما قدمت البيانات أنا طبيعي وجه فيها سؤال وعلقت عليه في 1/7 سنة 86 هذه البيانات ما فيها شيء من الصحة بكل أسف ليش؟ هم اعتقدوا يعني لما شافوا الإعلام من الحكومة هالشكل اعتقدوا أن كل واحد يقدم أي طلب خلاص ياخذه تصور اللي يقدموا يطلبون أو يدعون الجنسية بالتأسيس 25522 من البدون طبعا في ناس غيرهم هذول بالإضافة لهم اللي يحمل الجنس طب هذا مو صحيح ماكو أنا من البيانات اللي طلعت عليها ولا واحد من هؤلاء قدم بيان يؤكد ذلك اللي تقدموا بطلب الجنسية بالتجنس 37689 أيضا لم أطلع على البيانات اللي وصلتني من وزير الداخلية هو بيانات حقيقة كانت ضخمة إنه في أي واحد لكن كان عليهم أتصور كان بتقديري كان يقولون والله إنه ما عندنا ما إحنا ساكنين بالكويت سنة قبل 30 إذا غير عربي ولا قبل 45 لكن موجودين بال 45 موجودين من لكن هذا ما جعل من الكويت إنها تقول خلاص أنتم ما لكم شيء لا ظلت الكويت مدركة إنه على الرغم من هالبيانات لكن في حقيقة في عندنا مجموعة من البدون اللي عايشين في الكويت صار لهم سنوات طويلة 45 46 30 31 فش سوت الحكومة هذه نقطة تسجل لها الحكومة في سنة 2000 هذا أنا عايش المناقشة اللي صارت في سنة 2000 شعرت إنه لازم تحل هذه القضية طبيعي أيضا اتصلت معهم لازم تحل ما لازم تعلق وفق للقانون ما راح تنتهي العملية في سنة 2000 جاءت بمشروع قانون صدر فيه القانون رقم 21 لسنة 2000 عملت في تعديلين رئيسيين ألغت التمايز بين عربي وغير عربي وجعلت الكل يعني مثل الأول 30 إذا كان عربي وغير 45 إذا كان عربي لا قالت كل من تواجد في الكويت سنة 65 مو إحصاء تواجد لأن الإحصاء يعني أول إحصاء صار وكذلك إحصاء التالية الإحصاء ينتهي في ليلة 20/21/4 فكأن الـ 22 ما ينحسب لا هم قالوا كل 65 كل من تواجد في الكويت من 65 ما بعد يستثنى من المادة الرابعة وأضافوا لذلك شيء ما كان موجود في الأول في كل النصوص السابقة كانت الـ 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 الإشارة إلى استثناء هؤلاء للتجنيس تشترط أنهم يثبتون الإقامة من خلال لجنة التحقيق اللي أشارت لها المادة 21 من قانون الجنسية الحكومة ألقت هذه المادة احنا في ذاك الوقت ما كنا ندري أنهم كانوا يسجلونهم مظل فصار في تساؤل وقدمت التعديلات من بعض الأعضاء رفضت التعديلات فضلت الحكومة بعد سنة 2000 لما جاني أنا الرد أدركت وحطيت هالكلام كتبته وحطيته في موقعي في تويتر أدركت ليش هم رافضين رفضهم كان في مكانه
انت ما في داعي تقول والله كل اللي ينطبق عليهم هذا الاستثناء تشكل لهم ميزه تاخير، لان ميزه التاخير غرضها واحد، هو ان تتاكد من صحه اقامه هذا الشخص الاقامه الطويله اللي يعني اعتبرت من سنه 65. انت عندك مستند رسمي في ذلك، عندك الاحصائيات في ذلك. بكل اسف اللي صار فيما بعد من اطروحات تمت خاطئه فيها تعسف ما لسند من القانون، لما جو يطلبون من البدون تعال هاتوا جنسيكم، ما هو من حقك تطلب حتى تطلب جنسيته حتى لو تعرفه، لك حق واحد فقط، اذا ثبت ان هذا مسجل غير مثبت جنسيه وهو عنده جنسيه داش الكويت فيها بطريقة مشروعة وتعترف فيها الدولة داش فيها، هذا خلاص هذا ماكو، هذا ما هو موجود. حاولوا فيما بعد، طبيعي هذا الأمر كل اللي قاعد يصير هذا مخالف القانون، تعسف اللي قاعد يصير مخالف القانون، الضغوط اللي قاعد يصير مخالفة القانون، مطالبته بالتوقيع على أوراق بيضاء مخالف القانون، أتحدى يجيبوا النص في القانون واحد. نتكلم عن قانون الجنسية. حاول بعد ذلك بغوا يدخلوننا في متاهة. لما تصدر في بعض الدول، أو بعض الدول تحدثت أيضاً. وأحد المواقع اللي ردت عليه أيضاً من فترة قريبة ينقل عن أحد المسؤولين، أي هي عن النائب، أنه هذا اللي بيصير. ثم هذه جريمة، ما يصير دولة تتكلم عن بيع بشر والله نشتريهم جناسينات، هذا غير الجانب الأمني، أنت هذا اللي بيعطيك الجنسية، إذا صارت فوق أنك تشتري تبيع البشر هذا اللي بيعطيك الجنسية، وأنت تكفل في كل شيء، الكويت تكفل في كل شيء، طبيعي صار بعدين تخلوا عنها. الآن جايين في هذا القانون وهو قانون في غاية السوء. قانون انا متاكد اللي قراه ما يدري حقيقة البدون، ما يدري ايضا اثرها الدولي، ولا يدري اثرها الامني. القانون اللي طبيعي في شغلة ثانية سووها ايضا غير بيع شراء الجناسي بين الناس. كتبوا مرة ان الجهاز يقدروا يبينون حق الأجهزة الرسمية في الكويت الجنسية الحقيقية ل 67 ألف واحد، رديت أنا عليهم، رد عليهم كان أعتقد في شهر 9 سنة 19، قلت لهم لا يمكن يكون هذا البيان صحيح، وكلام هذا كله مدون يعني، قلت علشان يكون صحيح لازم تستندون إلى شيء واحد، ما تستندون هذا والله عرفنا عمه، عرفنا خاله، عرفنا ولد اخته، عرفنا لا، هذا اذا كلامكم صحيح لازم تثبتونه عن طريق انه دخل الكويت بجواز، وان جوازه هذا مو مزور، وان الدوله اللي صدرت هذا الجواز تعترف فيه، وان ايضا الكويت تعترف انه دخل بشكل مشروع، ولا الكلام كله ما له معنى، هذا ما مشى، ما قدروا ايضا يستمرون فيه. ما اقدر يثبتون 67,000 وتحداهم يثبتون 67,000. كروا ايضا مره من المرات ان بيانات يعني ان المساعدات اللي قدمت للبدون خلال 2015 سنه 2015 721 مليون، وحاطين ان واحده من جمعياتنا في العام مقدمة اعتقد 687 مليون، رديت عليهم على طول تغريدة مطولة، قلت هذا مستحيل، ها، وان هذه المساعدات قدمت ل 440,303 افراد. قلت لهم اولا لا يمكن ولا يجوز ان ينشر في جمعية نفع عام في الكويت قادرة على ان تقدم لفئة واحدة لجماعة واحدة للبدون 687 مليون، استحالة. وأيضا لا يمكن
احنا ما عندنا 440,000. احنا اللي سجلهم سجلت المعلومات المدنية برد لوزير الداخلية باعتباره رئيس مجلس إدارته، ردا على تساؤل لجد دفاعاً عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة، الإجمالي كان 100 وشوية، لكن اللي ينطبق عليهم سنة بقاهم سنة 65 51,838. هم ما يجب 440,000. ردوا صححوا الرقم، قالوا الرقم لا، هذا نزل إلى 23 مليون من 721 مليون إلى 23 مليون، لكن ما عدلوا 440,000. شلون أنا أستطيع، شلون أجي أترك لمثل هذه الجهات غير رسمية، لمثل هذه الجهات أن والله تولى العملية الآن القانون الأمر سيء، وين فيه؟ أنا متأكد أنه في ملك القرى، أرضى بي قريت اللي يقيل أن هذا اللي تمت الموافقة عليه، أنه والله عليهم كلهم يثرون جنسيتهم الأصلية، ما في تعريف الجنسية الأصلية. شنو الجنسية الأصلية؟ إذا أنتم عندكم 67,000 أعلنوهم، أعلنوهم وأعلنوهم وفقا للإجراءات اللي أنا قلتها. وإذا افترضنا أنتم مقتنعين في اللي عندكم وجوكم هذول جابوا لكم جراسي غير اللي عندكم، ايش تقول له؟ أصلية ولا مي أصلية؟ ثم أنت تتكلم عن تطالب ناس بأن تقدم جوازات في الوقت القانون إلى اليوم، هذا القانون لم يتعدل، القانون يعتبرهم إلى اليوم يستثنيهم المادة الرابعة لأنهم كانوا في الإحصاءات من سنة 65 إلى 85 وإلى 89، ويستثنيهم من أيضا من إجراءات التحقيق في إجراءات التحقيق من صوص عليه في المادة 21 اعترافا بأن هذول الكويت سجلتهم. وأنا شرط اللي قاله وزير، وأنا حقيقة أقدر لوزير التخطيط في ذاك الوقت الرد، يقول نعم احنا فعلا كنا نسجلهم غير مثبتين، نسجلهم على الكويتيين لان نريد نزيد عدد الكويتيين لمواجهه الاطماع من بعض دول الجوار. لذلك هذا القانون لا يجوز ان يفترض ان يرفض بشكل قاطع، لان اثره، واعتقد اول من يجب ان يرفض الحكومه. ما يجوز انتم تتقبلون القانون من هالنوع في الوقت اللي انتم مقدمين القانون اللي سبق مشروع القانون اللي صدر في القانون 21 سنة 2000. ثم شلون تأتي الآن وتقول تعالي حق هذول هاتوا الجنازة؟ أنتم في الرقم تختلفوا، يقول 67,000، المعلومات المدنية تقول 61، يعني 51,838. فلذلك أنا أعتقد هذا القانون بكل أسف قانون في غاية السوء. الإجراءات اللي قالت تم واللي تمت إلى الآن إجراءات باطلة، إجراءات تعسفية. شنو تمنع الناس من تسحب، من تصرف في أموالها في البنوك؟ شنو تمنع الناس من تستلم شهاداتها؟ شنو؟ ثم أنت، إحنا في الكويت لما ألقيت، يعني العدد العديد منهم لما أزيحت العشيش 9,696 بيت بنيوا لهؤلاء، أو معظمهم لهؤلاء في صليبية وفي تيماء. الأمر السيء اللي أنا بكل تأكيد الناس ما يقرون، أنا أقرب بالتغريدات على أيام عودي، لا تنسون أبناء الكويتيات. القانون المقدم ما يكتفي بالحديث، أن هذا يعني هذا حديث هذا باطل ما يجوز عن البدون، لا ضايف له أبناء الكويتيات لازم يكون أيضا بتقدير من عندهم، وضايف له شيء ثاني ما يصير، اللي هو ضايف المادة الفقرة الأولى من المادة الخامسة والفقرة الثانية. المادة الفقرة الأولى أصلا تتعلق بالأعمال الجليلة، لازم يثبت جنسية. شلون أما الجليلة أصلا ما يكلم جنسية معينة؟ فلذلك هذا القانون يجب تصديره، ونعتقد مسؤولية الحكومة هذا الأمر يدخلكم أنتم. سجلنا المدني سجل بطلب رسمي من الحكومة الكويتية، وسجلنا المدني صدر في قرار مجلس الأمن،
وبالتالي انا اعتقد كل صاحب مصلحه بالكل دوله بالكل منظمه منظمه حقوق الانسان قتلت باكر الى مجلس الامن والى الامم المتحده للاطلاع على حقيقه ما ورد في البيانات هذه كلها وارده في سجل المدنه. فلذلك انا اعتقد نعم الاصلاح قرار ما هو شعار، والاصلاح ممكن من الان، والاصلاح بدايته، وهذا ترى ايضا ورد في المذكره اللي قدموها الدكتور بين الدكتور اللي شارك فيها الدكتور حسن والدكتور بالاضافه الى وجود حكومه انقاذ وطني اولى اولوياتها يفترض ان تكون معالجه قضيه الدوائر الانتخابيه وقضيه قانون الانتخاب، لان هي المدخل اللي اجري اذا اجريت الانتخابات وفقا لها في الانتخابات القادمه مو قبل عقبها نقول بدا الاصلاح، لان اذا تركت الى ما بعد ذلك اذا احنا داخلين على مرحله 4 سنوات ايضا من نفس الاوضاع اللي احنا نعاني منها حاليا. لذلك كلامنا نعتقد نقوله صادقين، وقلنا اكثر مره للسلطه، ونقوله ونعتقد عندهم الامكانيه انه هذه الخطوه الاصلاحيه يمكن ان تبدا مباشره الان، ويمكن ان تبدا قبل اجراء انتخابات قادمه، بل ويمكن ان تجرى انتخابات قادمه وفقا لها، وايضا باجراء دستوري، انا اكد هذه المره الثالثه، وباجراء دستوري. وبغير ذلك بكل اسف كان يعني كلام اللي يقال عن الاصلاح مجرد يعني طمأنه الناس، لكن دون اتخاذ خطوات عمليه، الامر يحتاج الى اتخاذ خطوات، اتخاذ الخطوات تؤدي الى اتخاذ القرار والقرار المناسب. نتمنى هذا يصير. نتمنى الايام القادمه يعني فعلا في خطوات اتخذت بهذا الاتجاه، لان البلد انا اعتقد لا تحتمل اكثر من كذي، ولا يمكن ان يستمر يعني يترك هذا الامر، لان القضايا الاخرى التغيرات الدوليه اللي يتكلم عنها الدكتور حسن والدكتور عبيد هذه ما هي بيدنا، بس هذه سريعه التوقع يعني اسابيع واثرها علينا. ولا يمكن ان ادعي بان مجالس تاتي من خلال اللي جربناه في مجال المجلسين السابقين يمكن يكون لهم دور مثلا في تعاون السلطتين كما نص الدستور، تعاون السلطات الثلاثه كانت سلطتها على وجه التحديد لانقاذ هذا البلد والارتفاع فيه. لذلك انا في نهايه هذا اللقاء ودي ان اشكر حقيقه الاخوان اللي ساهموا، الدكتور حسن والدكتور بين الوسمي، اشكركم جميعا على هذا الحضور. نلتقي ان شاء الله في وضع نتكلم فيه بشكل افضل بعد، يعني تكون الجائحه قد ان شاء الله انزاحت وخفت باذن الله. شكرا جزيلا.